السلام عليكم، مرحبا بكم في مارينا سماء. جهاد مضيق في النضاق، يعني بحال مزيون، يعني من القوة ديالو ولا بكل شيء ديالو مزيون، واش فهمتيني؟ بحال صافي. ومرحبا بالجالية المغربية، الجالية المغربية اللي داخلة من خارج الوطن أو من داخل الوطن. عليكم، مرحبا بكم عندنا مارينا سمير، احسن بلايا اللي كتواجد هنايا في على جهاد المضيق وعلى مدينه الفنيدق، جات هي في الوسط. احسن بلايا هي مارينا سمير. وكنرحبوا بالجاليه بكاملين اللي خارج الوطن وداخل الوطن، كنرحبوا بهم يجوا لعندنا لهنايا مارينا سمير. وعندنا هنايا بلايا مامنه ومحافظه، وما تخموش، ما كاينش فاره، ما كاين حتى حاجه. مرحبا بكم عندنا مارينا سمير وشكرا. وزينا نحيدوا الاستريس ديال القرايه، الاستريس ديال بزاف د الحوايج، سالينا الامتحانات ديالنا الحمد لله، وجينا نستمتعوا بهذا الجو هذا مزيون هنايا. ومن ناحيه النظافه، من ناحيه المعامله، من ناحيه اي حاجه، كنبغيو نقولوا للناس مرحبا بكم، الف مرحبا. انا كتعجبني مارينا بزاف، حيتاش ما فيهاش اقوى بيبان ونقيه بزاف. احنا مبحرين مارينا سمير، البحر مزيان، دايرين دي رولاك دي باراسوناس، الدنيا نقيه. ومرحبا بكل الجاليه المغربيه كاملين معنا، مرحبا من اوروبا وطنجه الى القويره. فهمت بحال النساب نقي مزيان، ما فيش المشاكل من ناحيه الام ديالو، من ناحية ما فيش السائقة، كل شيء مزيان، واش فهمتيني؟ حنا موجودين في مارينا سمير، والبحر مزيان، ومرحبا بالجاهلية، والبحر عندنا نقي، وكاين الأم، وعندنا الوقاية، الوقاية المدنية، وشكرا. شكرا لكم أعزائنا زوار جريدة بريس تطوان على المتابعة، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة. للمزيد من الأخبار زورونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام.